نحن ب 12 تشرين الأول مسيرة وطن متجهة من يارين باتجاه رماج. طبعا نسبة بالقانون بيسمح آراء يلي ما عندها تمثيل كبير أو للي ما عندها يمكن وصول كبير للشارع أو ما عندها يمكن إمكانيات كبيرة حتى توصل آراء عن الناس بيسمح للقانون هذا تتمثل. إحنا بمسيرة وطن اليوم منا حملة انتخابية إنما نحن إذا بدك توضيح انتخابي. ممكن يكون في مرشحين، ممكن ندعم مرشحين، ممكن نساهم بترشيح مرشحين. صارت لائحة واحدة مطبوعة سلف رح يكون عليها كل اللوائح. مثلا تنفترض عندك أربع لوائح نازلة رح يكونوا ورا بعضهم على نفس الورق، كل واحد بده ينقي لائحة، كل لائحة بتكون لون، بيعمل إكس أمام اللائحة اللي اختارها، وضمن هاي اللائحة بده يختار مرشح من قضائه. قد ما يجي يقول لك انه رح نبني بلد منيح ورح نبني اللي بدك اياه، اذا مش كل واحد منا دور على اللائحه اللي بتمثل هالتمني ما بنكون عملنا شيء.